حينما حصل الانفجار في لبنان رأينا كيف هرع العالم لنجدت ونصرة اللبنانيين على كل الأصعدة، منها المساعدات الغذائية، منها الأموال التي تدفقت. ما استفزني أمرين، أن معظم هذه المساعدات لم يأتي منها شيء لشمال لبنان، وثانيا تركيا أتت إلى لبنان وقدمت مساعدات كثيرة، ولكن هذا الشيء لم يذكر في الإعلام اللبناني. كان التركيز دائما على دور أوروبا، وكلنا نعلم بالمبادرة التي حملها الرئيس الفرنسي ماكرون، ومن ثم حصل احتفال بمئوية لبنان الكبير. كان مشهدا مستفزا، كان احتفالا فرنسيا على الأراضي اللبنانية، وكأنه إعادة لإحياء انتداب الفرنسي على لبنان. لذلك وبعد غض النظر من الدولة اللبنانية على الواقع المعيشي في طرابلس، يعني حقيقة لم نرى شيء، فلذلك لا يسعنا إلا أن نمد اليد إلى أصدقائنا التاريخيين والذين قدموا للبنان ولطرابلس كل المساعدات. سيكون لدينا لقاءات متتالية للقضايا المشتركة ضمن ثوابتنا وقناعاتنا، الثبات والصمود في مواجهة العدو الإسرائيلي. دور التركي أساسي في المنطقة، وهي دولة نموذج يحتذى به. بالآونة الأخيرة كان عندك عدة زيارات إلى تركيا، ليش فيصل كرامي فاتح خط مع الأتراك، وتحديدا وضع طرابلس وموقع طرابلس وزيارة السفير التركي والعرض يلي قدمه بالمساعدة في ترميم بلدية طرابلس، ترميم ايضا الاماكن اللي تعرضت لضرر وللحرق؟ ليش فيها الدخول التركي بقوه الى طرابلس؟ ونحن اللي سمعناه من الاتراك في تركيا واللي سمعه الرئيس دياب اليوم كنت عم احكي معه، الجماعه مستعدين انهم يساعدوا هيدا مجانا. سيدي، ليش هالعلامات الاستفهام دائما على الدور التركي؟ ليش الان جي اوز اليو اس ايد والدور الفرنسي ببيروت بس يهمز التركي يعمل مساعدات بتقوم الدنيا وما بتقعد؟